مار ماري الرسول هو من تلامذة مار أدي اللي هو من التلاميذ 72 ليسوع المسيح. رسم مار أدي مار ماري بوضع اليد وأرسل إلى بلاد المشرق ليبشر وينشر كلمة الله فيها. ومار ماري وصل إلى المدائن وبنى كنيسة كوخي اللي هي تعتبر أول كنيسة في العراق. خرج مار ماري من الرها إلى مدينة نصيبين وأعلن كلام الحق فيها وحطم الأصنام وشيد كنائس وقام معلمين ومدارس. عندما وصل إلى منطقة أرزن كان ملكها يعاني من مرض وهو طرح الفراش وداء الملوك، فسمع بمعجزات مار ماري واستدعاه ليشفيه. فعندما جاء له مار ماري سأله عن ديانته فأخبره أنه مسيحي وهو إنسان عادي وعبد لله الحي وليس كما كان يتصوره إلها، وأنه يؤمن بأن المسيح هو ابن الله ويعمل هذه المعجزات وهذه الشفاءات باسمه. فطلب إليه أن يشفيه من مرضه، فقال أنه يستطيع أن يشفيه باسم يسوع إذا آمن هو. فجثى الملك على ركبتيه أمام مار ماري وقال له أنا أؤمن. ففي الحال شفاه باسم يسوع المسيح وعمده هو وأهل بيته، وعندما سمع أهل المدينة بذلك أيضا بدأوا يأتون إليه وبدأ بشفاء مرضاهم وجميعهم اهتدوا. ثم بدأ بشيد كنيسة فيها وأقام كهنة وشمامسة. نتعلم من حياة مار ماري الرسول بأن البشرى هي رسالة إيمان يحملها المبشر ويعلنها بحرية وشجاعة إلى العالم ليعيد الضالين إلى طريق الخلاص.